دابا عامين مشات لي عامين كنشوف عامين حياتي ضاعت 12 عام ديال القرايه ضاعت عامين اخرى ديال السونتر ضاعت كنشرب بزاف علينا راه الشباب كيضيع الشباب كيرفضوا لي راه معرفوش اش كنتوما حنا خويا الشباب ديال الاوف بي بي تي اللي كاين في دوماكس استابولو قرينا عندهم عامين اخويا خدينا لاتيستاسيون ديالي مكاشيا خدينا الباك ديالنا مكاشي من لوركم كو اننا قرينا عند هاد الناس وناجحين عندهم وخدينا لي غولفيت نوت ديالنا العام الاول والعام الثاني صيفطوا لينا في الجروب في 8 اغشت اننا في لا ليست اننا ادمي فاذا بي كنتفاجئوا مني خرجوا الدبلومات عيطوا لنا الزملاء ديالنا باللي راه الدبلومات خرجوا ومشاو خداوهم مشينا حتى حنا كيفنا كيف اي خريج من لوف بي بي تي مشينا باغي ناخذ الدبلوم ديالنا كيقول لك ما كاينش السؤال اللي كنطرحوه عليهم كنقولوا لهم فينا هو الدبلوم فين درتو الدبلوم مادام عندي لاتيستاسيون عندي عندي الوراق ديالي قانونيين انا ما خديت من عندكم حتى شي حاجه غير قانونيه انا كنتمنى من المسؤولين كنادي يونس السكري الوزير وكنتنادي لبنى طريش المديره العامه ديال لوف بي بي تي انصفنا راه حنا شباب الغد راه جلالة الملك كيشجع الشباب على لوف بي بي تي وي راه بصح كنحس براسنا تحقرنا كنحس براسي تحقرت لا انا لا الزملاء ديالي كنحس براسي تحقرت بزاف راه سيدنا هو اللي كيشجع على لوف بي بي تي واش هاد الشباب الغد ضيعوه خويا فاش كتمشي عند محامي كتمشي عند محامي كيقول لك 6000 درهم 7000 درهم راه ما عنديش هاد المونطو راه هاد البخي كله اللي ما عنديش انا وما كنهضرش غير على راسي كنهضر على هاد الناس كاملين راه ما عندناش راه حشومه راه حشومه جلالة الملك تدخل لينا راه حشومه هو اللي كيشجع على الشباب على لوف بي بي تي هو اللي كيشجعنا وحنا بالنداء ديال جلالة الملك حنا بالنداء ديال جلالة الملك هو فاش مشينا درنا لوف بي بي تي حنا راه على قبل النداء اللي حيت النداء ديال سيدنا فوق راسنا وكلام ديال سيدنا فوق راسنا راه حنا كلام سيدنا تاج فوق راسنا راه ما يمكنش نطيحوا مادام شجع الشباب على لوف بي بي تي الا وحنا مشينا درنا حنا ما كناش غنديروا لوف بي بي تي ولكن كلام الملك فوق راسنا كنتواصلوا معاهم شهرين دابا حنا كنتواصلوا معاهم من شهر 11 وحنا من نسقنا الخبر وحنا كنتواصلوا معاهم ما كيبغيوش يستقبلونا كيقول لك كلمه واحده انك ديري لي بغ ولا تعاودي العام راه لا يعقل انني نجحت ونمشي نعاود العام راه لا يعقل انني نعاود نجحت ونمشي ندير ليبر حنايا كلنا حنا بغينا نتنصفوا حنا بغينا حقنا بغينا نعرفوا 22 دبلوم فين مشى 22 دبلوم هذا هو السؤال اللي جاوبونا عليه 22 دبلوم فينا هو هذا هو السؤال ديالي كنتمنى المسؤولين تدخل لينا حيت حنا شباب الغد حنا ما بغينا حتى شي حاجه بغينا حقنا وصوتنا يوصل حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه كنطلبوا ديبلومنا حنايا خريجين معهد استابولو ياك قرينا عامين ابخي مشينا خدينا اتيستاسيون ديال الغولفيت نوت شهر 8 باللي رحنا ادمين كلشي ادمي يعني 22 كامل ادمي مشينا ناخذوا الدبلومات شهر 11 كيقول لنا سيدي حنايا ما كاينينش الدبلومات حنا بغينا الدبلومات ديالنا كيقول لك لا راه ما كاينينش الاداره رافضه التواصل معنا رافض التام كتقول لك حنايا ما كاينينش الدبلومات ديالكم راه ساقطين نتوما ما عطينا حتى شي حاجه ما علمناش من قبل ما والو حنا عندنا اتيستاسيون وعندنا وراقينا باللي راه حنايا ناجحين حتى كنتفاجئوا في شهر 11 كيقول لك لا راه ما كاينينش كلشي خدا الدبلومات ديالهم الا 22 واحد 22 اسره متضرره 22 شاب متضرر انه فينا هو الدبلوم ديالو الناس دفعوا الخدامي الناس دفعوا لا ليسونس يكملوا قرايتهم كل واحد واش دار بهذيك اتيستاسيون تقولنا لا راه حنا ساقطين وهاد اتيستاسيون كيقول لنا ما معترفش بها علاش ما معترفش بها اتيستاسيون بحال بحال الدبلوم غير كناخذوها كون كو حنا ناجحين وكنتسناو الدبلومات ديالنا الرفض التام الاداره بالنسبه للاداره ديالنا الرفض التام ما بغاوش يتواصلوا معنا ما بغاوش يعطيونا حتى شي جواب فينا هما الدبلوم 22 دبلوم فينا هما ما بغاوش يعطيونا جواب حنا سيدي المشكل اللي عندنا وهو كنطالبوا بالدبلوم ديالنا هاد الناس هادو مشينا عندهم في شهر 9 قالوا لينا جيو حتى لشهر 11 وتاخذوا لي الدبلوم ديالكم
مشينا عندهم شهر 11 قال لنا ما كاينش ديبلوم، مع العلم ان عندنا اتيستاسيون دو ريوسيت، عندنا لي غولفيت نوت، عندنا كل شيء ديالنا باننا ناجحين، حنا ناجحين وكل شيء. من بعد كنمشيو بغينا نطلبوا بالديبلوم ديالنا، مبغاوش يعطيونا الديبلوم ديالنا، كيقول لك حقا راه المسؤولين، ما المسؤولين ما بغاوش يعطوكم، ما بغا حتى شي واحد يدوي معانا، كنمشيو عندهم رافضين اصلا حتى يدوي معانا، ما بغا حتى شي واحد يهضر معانا، وحنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه من غير حقنا ومن غير الدبلوم ديالنا. وعاش الملك والله ينصر سيدنا، وحنا تيقن في ان سيدنا غادي ياخذ لنا حقنا، وكنطالب من سيد الوزير ومدام لبنى طريشه يدخلوا تدخل عاجل في هذا الموضوع، حيت حنا تضررنا بزاف، وحنا راه ماشي غير 22 طالب، 22 عائله اللي تدمرات، 22 عائله اللي ولاو فيها المشاكل بسبب هذا المشكل هذا. حنا ما كنطالبوا حتى حاجه خارج القانون، حنا كنطالبوا غير بلي ديبلوم ديالنا سيدي. قالوا لينا في شهر 11، حنا عطاونا في شهر 8 نهار 4، علمونا حتى شهر 11 عاد قالوا لينا هذا الشيء. حنا مشينا ناخذوا لي ديبلوم ديالنا ما عارفين حتى حاجه، مع العلم ان راه كيقولوا شي ناس باللي راه كلشي خدا لي ديبلوم ديالو، غير حنايا عزلوا 22 واحد اللي ما بغاوش يعطيونا لي ديبلوم ديالنا. تواصلنا مع الاداره، حتى واحد ما بغى يعطينا حتى شي كلمه. حنا عينا، حنا عينا ودمرنا، حنا عينا سيدي، حنا ما كنطالبوا حتى حاجه من غير حقنا، حنا كنطالبوا غير بحقنا سيدي. حنا راه ما طالبنا حتى شي حاجه خارج القانون، حنا عندنا وراقي ديالنا، كنطالبوا غير بالديبلوم ديالنا. عامين ضاعت لينا، دوزنا فورماسيون ديال عامين، دوزناها مزيان بالحلوه بالمره ديالها، دوزناها بلا ستاج ديالها، بتمارتها بكل شيء ليها. فاش كنجيو بغينا ناخذوا لي ديبلوم ديالنا ما بغاوش يعطيونا لي ديبلوم ديالنا، ما عرفناش هاد لي ديبلوم فين كاينين. حنا كنطلبوا من سيدنا يتدخل لينا في هاد القضيه، وعاش الملك والله ينصر سيدنا. حنا بغينا غير لي ديبلوم ديالنا، والاداره كترفض الرقم كان تواصل معنا، ما بغاش دير معنا حتى شي حاجه حتى شي حلوي. أميمة، مع هاد الخريجين هادو اللي تخرجوا من استيا بولو، قرينا عامين بالتكرفيس ديالها بحلوها ومرها وكل شيء، بالطرقان اللي ضربنا دوزنا عامين ديال التكرفيس، داز بروميير غاني، داز كل شيء بخير وعلى خير، دوزيام غاني حتى هي، دوزنا الفان فورماسيون، درنا كل شيء. في شهر 8 نهار 4 بالضبط صيفطوا لنا ديك لا ليست ديال لي زادمي، لقينا راه 22 واحد كل لقينا ريوسنا رحنا ادمي في الاخر. كل واحد انطلقنا داز السيمانه، مشينا خدينا لي زاتيستاسيون دو ريوسيت، خدينا لي غولفيت نوت ديالنا، خدينا كل شيء كاع الاجراءات اللي كتاكد لينا باننا حنا راه كنستحقوا هاد الدبلوم هذا اللي هاد اللي لدابا نايض عليه هاد المشكل اللي دروينا. صافي مشينا، كل واحد شوف شنو مشى دار، واحد مشى قرا، الاخر مشى كمل قرايته، الاخر مشى خدم، الاخر مشى، كل واحد شنو مشى دار. انطلقنا كنا نبحثوا على فرص الشغل، انطلقنا لمجال الشغل. من موراها وصل شهر 10، 10 بالضبط نهار 26 الناس ياخذوا لي ديبلوم ديالهم. مشينا حنا بغينا ناخذوا الدبلومات ديالنا، حتى كنتفاجئوا بانهم تيقولوا لنا الدبلومات ديالكم راه ما كاينينش، راه نتوما ساقطين. كيفاش خويا تصدمت انا، انا ما عرفتش راسي من ندير، ما عرفتش، تلفت بيا الدنيا، دارت بيا الدنيا، راه ما عرفتش راسي شنو ندير. راه انا النفسيه ديالي ما بقاتش عندي، حياتي وقفات، حياتي وقفات. المشكله ماشي دمرونا حنايا، راه دمروا 22 عائله، 22 عائله اللي مساكن الله يحسن عوانهم كتسناو فينا، ماشي كتسناو فينا، حنا راه جبنا النتيجه، فرحناهم بان حنا خدينا الدبلوم، في الاخر نجيو نصدموهم نقولوا لهم راه حنا سقطنا، راه قالوا لكم انتوما ساقطين. جات اللجنه عاودت التصحيح، هادشي راه ما كيدخلش للعقل. انا كنعرف اللجنه كتجي قبل من الناس تاخذ النتائج ديالها، انا عندي 12 عام ديال القرايه زائد هاد العامين هادي، هادشي اللي كنعرف، اللجنه كتجي قبل الناس ما يعرفوا راسهم راهم ناجحين، عاد كتجي عاد كيعطيو الناس النتائج ديالهم. هادو قالوا لينا لا، جات الناس كانوا كونجي، هادشي اللي قال لي الناس كانوا كونجي، جاو عاد داروا اعاده التصحيح. واش انت اخويا غتدخل لك القضيه لدماغك؟ راه باغي نسطاو لهاد الناس هادو. العيب عليا، العيب عليا الا قال لي انت سقطتي من الاول، العيب عليا نجي ندير الوقفه الاحتجاجيه،
ما ندويش حيت صافي ديك الساعه انت ساقطه، ولكن دابا تجي فاش تيقولوا لك راك ناجحه وفي الاخر تيقولوا لك راك ساقطه راه عطاونا لا تستاسيون دو ريوس، عطاونا كلشي كاع الوثائق اللي كتثبت باننا حنا ناجحين عطاوها لينا، في الاخر كيصدمونا. واش اخويا انت ملي غتلقى هذا الخبر كي غتكون كي غتكون جيت تكون فرحان؟ في الاول اما في الاخر ما مساكن راه تصدموا تصدموا بحالنا، ما بقوا عارفين ما يديروا، كاع البيبان دقيناهم الباب اللي كندقوه كيسدوا علينا. الاداره رفضت رفض تام بانها تواصل معانا، كنمشيو عندهم كيجريو علينا، كنمشيو عندهم كيخرجوا لك موظف يقول لك جوج كلمات وكيمشي. اش هاد الشيء؟ حنا بقينا فاهمين والو، راه الشباب كيضيع، الشباب تيضيع عباد الله. واش انت كتشوف 12 عام ديال القرايه وكتزعل هاد العامين ديال السونتر كلها تمشي؟ راه ما يمكنش.